صباحو. ايه هم اعظم 7 لحظات عشتهم في حياتي مع كرة القدم؟ ده التحدي اللي وصلني من محمود نصر الله. سوري. ده التحدي اللي وصلني من محمود نصر الله. ده التحدي اللي وصلني من ممدوح نصر الله. اي خدمه بقى، انا وعيب عليك، انا ما بتلخبطش في اسمك خالص. وكلكم في الكومنتس في اخر فيديوهات كنتوا كاتبين لي عليه، وبالتالي كنت لازم ان انا انفذه بس باختلاف صغير شويه. بصوا، انا كتبت اللحظات كلها واللقطات كلها واكتشفت حاجتين. الحاجه الاولى ان بالرغم ان انا بعشق الكوره وحياتي كلها بتدور حوالين الكوره، الا انها ادتني لحظات تعيسه اكتر بكتير من اللحظات السعيده. والله العظيم حاجه مش طبيعيه. بس في نفس الوقت الحاجه الثانيه ان اللحظات السعيده دي بالرغم انهم قليلين جدا، الا ان وزنهم بيبقى تقيل قوي لما بيجي. عشان كده وانا بكتب اللحظات السعيده في 10 كانوا اقوياء قوي وتقال قوي، وما قدرتش ان انا اشيل منهم 3 عشان اخليهم 7. وبالتالي في حلقه النهارده هيبقى فيها تعديل صغير، ان انا هقول لكم افضل 10 لحظات ليا في حياتي معكم. اتفقنا؟ ايه رايك في تيشيرت روما الجديده؟ بس حكايه. توقع دلوقتي حالا في الكومنتس اسم المكتوب على ظهر التيشيرت، واللي هيجيبه صح ليه مني يعني مش عارف، هدلعه. هدلعه النهارده. احنا هنوصل ل 20,000 لايك على اليوتيوب. فانزل دلوقتي حالا، اعمل لايك، سبسكرايب، اشترك. انت لسه مش مشترك في القناه لغايه دلوقتي؟ ما يصحش والله يا جماعه الكلام ده. اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات وارجع لي علشان اقول لك. يلا بينا نخش في التفاصيل. اول لحظه في العشر لحظات اللي هنتكلم عليهم هي كانت في 2019. عمري في حياتي ما توقعت ان واحده من احلى لحظاتي في الكوره هتكون مع ليفربول، نادي عمري في حياتي ما تعاطفت معاه ولا شجعته ولا كان ليا اي علاقه بيه. بالعكس، ده انا كان ليا معاه لحظات سيئه لما كسبوا الميلان في تركيا، لان الموضوع اتغير بنسبه 180 درجه لما محمد صلاح راح ليفربول. وزي ما قلت لكم اكتر من مره ان واحده من احلامي في كره القدم دايما وانا صغير وبكبر ان يبقى عندنا لاعب يحترف ويوصل للعالميه، ولو بس ان هو يلعب في فرقه كبيره. سيبك من كل اللي صلاح انا ولا كنت اتخيل، وفي نفس الوقت ان احنا نروح كاس العالم. ده كان قمه طموحي في الكوره والاحلام اللي انا نفسي اشوفها بتتحقق قبل ما اموت. جزء من العالميه دي طبعا ان لاعب مصري يحقق بطوله دوري ابطال اوروبا، فاينل تشامبيونز ليج في مدريد في ملعب ومعقل اتلتيكو مدريد الواندا متروبوليتانو. كنت في الاستاد، صورت فلوج تاريخي اسطوري عن النهائي ما بين ليفربول وتوتنهام، اللي مش بس قدر محمد صلاح ان هو يصبح اول لاعب مصري في تحقيق لقب التشامبيونز ليج، ودي بالنسبه لي كانت لحظه عمري ما كنت ممكن اتخيل ان انا اعيشها، بس انه كمان يسجل هدف في النهائي، ده كان بالنسبه لي قمه الجمال. اللحظه اللي اتحسبت فيها ركله الجزاء وصلاح داخل يشوط، رد الفعل اللي انتوا شفتوه كان يعني طبيعي بشكل مش طبيعي. هدف مهم جدا، هدف تاريخي، هدف بيجيب لقب اول للاعب مصري، يعني حاجه يعني عمل تيكنج لبوكسز كتير قوي الجول ده، وعلشان كده بياخد معانا المركز العاشر. المركز التاسع نرجع لسنه 2009. مصر كانت بتلاعب الجزائر في الجزائر في تصفيات كاس العالم، وخسرنا الماتش دوت 3-1، وكنت في قمه الحزن قمه الغضب، لدرجه ان انا كنت حاجز تذكره لجنوب افريقيا عشان اروح احضر كاس القارات مع صحابي، وما روحتش ورحت عليا التذكره، واصحابي هم اللي راحوا، فعاشوا واحده من امتع لحظات اي مشجع كره مصر. كاس القارات ده كسبنا فيه ايطاليا بطله العالم وحملت اللقب ساعتها 1-0 جول حمص، بس دي ما كانتش احلى لقطه. احلى لقطه بلا شك كانت لقطات في ماتش البرازيل، الماتش اللي بالرغم اننا خسرناه 4-3 بركله جزاء اتحسبت بالفار ايام ما كانش فيه فار، بالرغم اننا كنا خسرانين فرجعنا في الشوط الثاني وتعادلنا، زيدان جاب جولين ومحمد شوقي جاب جول عالمي. بس في لحظه كده في الماتش ده منتخب مصر كان بيلعب تيكي تاكا احلى من التيكي تاكا كمان. انا والله العظيم ما بافور، كنا بنلعب كوره من لمسه واحده ومثلثات في كل حته وعمالين نقسم على البرازيل، لدرجه انا ما كنتش مصدق اللي انا بشوفه، ورحت واقف وقلت ايه ده انا مين مصر ومين البرازيل. اعتقد ان عصام الشوالي كل تاريخه كمعلق يعني الابداع اللي قاله في اللحظات دي كان ابداع مش طبيعي بصراحه. دي بالنسبه لي كانت اللحظه رقم 9، واحده من امتع لحظات حياتي في الكوره، ومصر بتمسخر البرازيل برغم اننا خسرنا. اللحظه رقم 8 لازم نرجع فيها لسنه 2003. طبعا اول ما قلت 2003 خلاص كل الناس عرفت انا بتكلم على انهي لقطه. واحد من اشهر الدوريات المصريه بالنسبه لنا احنا على الاقل كزملكاويه، كان دوري سيد عبد النعيم. اسم ما كانش معروف قبل الجول ده واصبح من اشهر اللعيبه في مصر كلها بعد الجول ده. القصه اللي متابعينها من بره مصر وما يعرفهاش ان في سنه 2003 الدوري كان ما بين الاهلي والزمالك، والاهلي كان متفوق بفارق نقطتين، والماتش الاخير الزمالك بيلعب الاسماعيلي والاهلي بيلعب انبي، فخلاص احنا متوقعين الاهلي هياخد الدوري والموضوع خلصان، ونتفرج على الماتشات. كنت ساعتها يعني في الجامعه وخلاص عارف ان الموضوع منتهي. اصل السيناريوهات الهيتشكوكيه في كره القدم دي ما بتحصلش في صالحنا خالص، هي تحصل معانا نبقى احنا الضحيه كزملكاويه، انما تحصل معايا واكسب. الزمالك قدر ان هو يكسب الاسماعيلي، وسيد عبد النعيم سجل الهدف
الهدف الوحيد في المباراه لإنبي عشان إنبي يكسب الاهلي 1-0. ولعيبه الزمالك بعد ما الماتش خلص وكلهم قاعدين في الملعب يسمعوا الاخبار على الراديو وتنطلق احتفالات عارمه بلقب دوري جميل جدا ورائع جدا للزمالك. كانت واحده من احلى لحظات حياتي برغم ان انا ما كنتش مشارك فيها، يعني انا الدوري جابوا لي لاعب تاني من فرقه تانية، بس اللحظه دي كده بالسيناريو بتاعها باللحظات اللي عشتها قبل الماتش ده كانت لحظه بالنسبه لي تاريخيه وكانت سعاده مفرطه. كل اصحابي الاهلاويه ما كانش عندهم اي شك ان الاهلي هيكسب وكانوا محفلين عليا ومبهدليني تحفيل وتريقه في الجامعه، وفجاه الدنيا اتقلبت وخدت انا مبادره التحفيل. اللحظه رقم 7 في المركز السابع بقى لازم نروح لروسيا، كاس عالم 2018 اللي اغلبه كان سلبي بس كان في لحظه واحده مش ايجابيه بس. لحظه كنت بتخيلها من انا عيل صغير وبقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان ربنا كتب لي ان انا اعيش. زي ما قلت لكم في الاول احلام الطفوله وانا بكبر ان لاعب مصري يصبح عالمي وان مصر تروح كاس عالم. فالحمد لله ربنا قدرني مش بس اني اشوف مصر بتتاهل لكاس العالم، لا اني كمان اروح واحضر مباريات مصر في كاس العالم. اول مباراه طبعا كانت ضد الاوروغواي، وقبل ما الماتش يبدا كله وقف عشان النشيد الوطني المصري، اني اقف واغني بلادي بلادي في كاس العالم. ده بالنسبه لي كان يعني حاجه مش طبيعيه، وانا بفتكر دلوقتي لحظات والله العظيم جسمي اشعر. واحده من احلى اللحظات اللي عشتها في حياتي بدون شك، وبالرغم من المعاناه الواحد عاشها في ماتش روسيا وماتش السعوديه الا ان اللحظه دي ستخلد في التاريخ عندي ما اعتقدش عمري هنساها. اللحظه رقم 6 هنرجع بيها لسنه 2002 نهائي افريقيا ما بين الزمالك والرجاء البيضاوي. القصه طبعا المباراه الاولى كانت في المغرب، الزمالك عادل 0-0، ومباراه العوده كانت في استاد القاهره. النتيجه كانت 0-0 لحد الدقيقه الرابعه من الوقت بدل الضايع من الشوط الاول، علشان ياتي الجندي المجهول اللاعب اللي كان بيعمل مجهود مش طبيعي في الزمالك ولكنه ما كانش من نجوم الفرقه اللي بتسلط عليهم الاضواء قوي لانه ديفندر دفاعي غير اللعيبه الهجوميه اللي بتجيب الاجوال اللي بياخدوا اللقطه. تامر عبد الحميد واحد من اعظم لعيبه نص الملعب اللي جت في تاريخ مصر، قدر ان هو يشوط شوطه من بره ال 18 ومن بعيد، جول كيبر صدها والكره طلعت فوق وفاكر وهي بتطلع فوق عمال يقول مش هتدخل مش هتدخل مش هتدخل لحد ما نزلت جوه المرمى علشان ينفجر استاد القاهره اللي كان فيه اكتر من 120 الف متفرج. انا ما كنتش منهم في الاستاد ولكن الناس اللي في الاستاد ممكن تبقى سمعت صوتي انا واللي كنت معاهم واحنا بنصوت بعد ما تامر عبد الحميد جاب الهدف ده، وقدر ان هو يدي للزمالك لقب افريقي مهم قوي، وكان اخر لقب لدوري ابطال افريقيا حققه الزمالك، واخر نهائي الزمالك لعبه قبل طبعا نهائي 2016 اللي خسرناه ضد سان داونز. لقطه تاريخيه لازم تكون موجوده معانا في الليسته ومركزها هو السادس. ندخل بقى في التوب 5 والمركز الخامس لازم نروح لماتش مصر والجزائر اللي في استاد القاهره، تصفيات كاس عالم 2010. كلامي هنا طبعا عن جول عماد متعب. ما كنتش عايش في مصر ساعتها وكنت المفروض ان انا نازل ورايح احضر الماتش، وحصل لي يعني ظرف طارئ قوي منعني من ان انا انزل مصر. كان معايا تذكره وتذكره المباراه وكل حاجه واصحابي كلهم راحوا الماتش بس انا ما روحتش وقعدت اتفرج على الماتش في البيت. كنا محتاجين ان احنا نكسب الجزائر على الاقل 2-0 علشان نتعادل معاهم، والمفروض ان 2-0 دي كانت تبقى كافيه ان احنا نصعد لان احنا جايبين هدف خارج الارض وهم ما جابوش هدف على ارضنا، ولكن طبعا الاتحاد الافريقي دايما يعني قراراته ويعني قوانينه غريبه. المهم ان جبنا جول في اول المباراه خالص عمرو زكي، وبعد كده قلنا خلاص ده احنا هنجيب الثاني والثالث ونروح كاس العالم، بس احنا غلابه طبعا وكل ما نفتكر ان لعنه كاس العالم هتتفك ناخد على دماغنا. المباراه فضلت تماطل 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 لحد اللحظات الاخيره من الشوط الثاني. احمد عيد عبد الملك قعد يعك في الكوره ويلم من على اليمين، اتحركت من اليمين للشمال، رجع الثاني من الشمال لليمين، دخل ال 18 عماد متعب بينط طق بيحط بدماغه علشان يسجل الهدف الثاني وينفجر استاد القاهره وينفجر كل مصري على كوكب الارض. صحيح ان احنا في الاخر خسرنا ماتش ام درمان وما رحناش كاس العالم، ولكن لحظه الجول ده والسعاده الغارمه في اللحظه دي عمري في حياتي ما ممكن انساها ولازم تكون معانا في الليسته دي ومركزها هو المركز الخامس. هو انا ليه كل ما ابدا اقول جول بقول لك مركزه في الاول وبعدين برجع اقول مركزه في الاخر؟ ما علينا. الرابع. الرابع ده بقى جول انا فاكر القعده اللي انا كنت قاعدها، انا فاكر القعده والمكان وكنت في مصر في الزمالك، وانا الطبيعي ان انا بتفرج على ماتشات منتخب مصر الحاسمه، ماتشات روما الحاسمه، ماتشات الزمالك الحاسمه، ماتشات منتخب ايطاليا الحاسمه، الاربع فرق اللي انا بشجعهم في حياتي قبل ما صلاح يروح ليفربول وبشجعهم هم كمان، بس الاربع فرق دول اللي انا شجعتهم من وانا عيل صغير. لازم اتفرج على الماتش في البيت، ولكن في كاس عالم 2006 امي طردتني بره البيت، قالت لي انت مش هتتفرج على ماتشات ايطاليا في البيت تاني، واللحظه اللي قالت لي في البق ده لحظه ما توتي حط البنالتي في استراليا وطلعت اجري زي المجنون واتمنعت بعد كده.
خدت ايقاف. المهم ان انا رحت قعدت في كافيه كده انا عارفه برضو وعارف الراجل صاحبه وبتاع، فقعدنا في قعده ظريفه كده، ولكن كل الناس كانت بتشجع المانيا. اللي بيشجع انجلترا بيشجع المانيا، اللي بيشجع فرنسا بيشجع المانيا، اللي بيشجع اسبانيا بيشجع المانيا، اللي بيشجع المانيا بيشجع المانيا. مفيش حد بيشجع ايطاليا في المكان كله غير انا وواحد صاحبي تاني، وتقابلنا هناك بالصدفه. ايطاليا بتلاعب المانيا في المانيا في السيجنال ايدونا بارك، ملعب ومعقل دورتموند. المانيا ساعتها ما كانتش بتخسر ركلات جزاء، عمرها ما خسرت ركلات جزاء في كاس العالم قبل كده. فانت هتروح لركلات الجزاء بعد ما اتعادلت في الوقت الاصلي هتخسر. احنا كلنا عارفين الكلام ده، بس احنا قاعدين في بيوتنا بنتفرج على الماتش نقول كلام مالوش معنى. انما مارشيلو ليبي احد عباقره كره القدم الايطاليه قرر ان هو ياخد قرار مش طبيعي. لما لقى ان المباراه داخله على الاشواط الاضافيه قال لك انا مش هلعب ركلات جزاء ضد المانيا، وبدا يعمل تبديلات مع انه بيلعب ضد المانيا فالمانيا في قبل نهائي كاس العالم، عشان يبقى تشكيل منتخب ايطاليا اللي بيلعب الاشواط الاضافيه بيلعب باربع مهاجمين، أربعة يا كوينتا، جيلاردينيو، ديل بييرو، وتوتي. مارشيلو ليبي قال لك انا مش هتعادل، يكسب يخسر، ولكن الجول كمان ما جاش من المهاجمين. اتلعبت الركنيه عربت داخل ال18 ولقاها جروسو رجل كاس العالم الاول لايطاليا علشان يسجل الهدف الاول لإيطاليا وتنفجر إيطاليا، ويعني مش عايز أوصف لك الشعور. الجول ده جه في الدقيقة 119، بعدها في الدقيقة 120 ديل بييرو جاب جول كمان طبعا في اللقطة الشهيرة بتاعت كانافارو، توتي، جيلاردينيو، ديل بييرو عشان تصعد إيطاليا، وبعدها جروسو يسجل آخر ركلة جزاء لإيطاليا في النهاية ضد فرنسا برضو، ولكن هدفه ضد ألمانيا ده كان لحظة تاريخية عمري في حياتي ما ممكن أنساها. كده بقى إحنا وصلنا للتوب 3 أعظم 3 لحظات في حياتي، ويعني دخلنا في الجد قوي. ماشي، اللحظة رقم 3 هي لحظة يعني في كلمه واحده بس، لا محتاج اقول لك السنه ولا محتاج اقول لك الاحداث ولا محتاج اقول لك كل حاجه، لان كل اللي بيتفرج على الفيديو ده شافها وعاشها. جزء كبير منهم تحمس بيها لانه كان بيشجع نفس الفرقه اللي انا بشجعها، او كان بيشجع الغريم التقليدي لضحيتي يومها. عرفت الكلمه ولا لا يا جماعه؟ احنا بنعاني بقالنا كتير، فخلوني اقولها كده واسترجع الحلقه اللي انا يعني هقول 3-3-3-0. عايز الكلمه تبقى 3، انت كده عارف. لو لسه مش عارف فالكلمه هي مانولاس. لحظه ما مانولاس سجل الهدف في البارسا علشان يصعد روما الى قبل النهائي ويخرجوا برشلونه من دور الثمانيه، كانت واحده من اسعد لحظات حياتي. كنت بتفرج على الماتش عند ابو كيكس، وابو كيكس ما كانش عايز يتفرج على الماتش ده، كان في ساعتها كوارتر فاينل تاني اكبر واهم، فانا كنت بتفرج على الماتش على التليفون. ما عنديش اي امل في ان روما ممكن يعملوا عوده، برغم ان احنا ظلمنا جامد قوي في المباراه الاولى اللي كانت في الكامب نو، اون جول وجون ديفليكشن، ويعني الموضوع كان صعب قوي. وبعدين اول ما روما بداوا يجيبوا الاجوال والجول التاني بيخش، قلت له بقول لك ايه استنى حول دلوقتي، انا هاتلي روما في التلفزيون. قلت له، قال لي ايه يا هاني؟ قلت له روما 2-0. قال لي مستحيل انت بتهرج. قلت له روما 2-0 ماليش دعوه، اتفرج على ماتشك انت في اي حته ثانيه، انا عايز اتفرج. راح جايب لي الماتش على التلفزيون، وطبعا سابنا كل حاجه ثانيه وقعدنا نتفرج عليه. خد لي كام صوره كده، دي اشهر واحده وانا قاعد في اللحظات الاخيره بعد ما مانولاس جاب الجول. بشجع روما من تقريبا 2001، بس عمري في حياتي ما عشت معاهم لحظه زي اللحظه دي. عشت لحظات حلوه كتير، يعني فاينل الكاس 6-2 على الانتر، الدوري اللي اتظلمنا فيه وضاع مع رانيري ضد مورينيو، في لحظات كتير، بس لحظه مانولاس دي لا توب 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 توب، ودي تالت اسعد لحظه في حياتي في الكوره، انت متخيل؟ كده بقى وصلنا للتوب 2. اللحظه الاولى انا عارف ان انتوا كلكم عارفينها، ده 100% مش محتاج اتكلم كتير. اللحظه الثانيه بقى متاكد محدش فيكم يعرف. انتوا عارفين اللحظه طبعا، بس محدش هيتخيل ان دي بالنسبه لي كانت اللحظه الثانيه، فانا هعكس الدنيا وهقول لكم اللحظه الاولى قبل اللحظه الثانيه عشان نعمل شويه سسبنس كده. اللحظه الاولى طبعا معروفه، هدف صلاح في الكونجو اللي قدامنا كاس العالم، دي كانت اسعد لحظه في حياتي في الكوره وباي فار. يعني اللحظات الثانيه دي كلها في مسافه كبيره ما بينها وما بين لحظه جول صلاح في البنالتي في الكونجو، يعني ما بين المركز الاول وبعدين يجي من الثاني للعاشر كده، فاهمين؟ بس دي بعيده قوي، يعني بقيمه الجول ده بانه كسر عقده كاس العالم اللي انا يعني كبرت عليها. انا كنت عيل صغير ومجدي عبد الغني بيجيب الجول في هولندا واحنا في كاس العالم 90، حسام حسن لما جاب الهيدر في ماتش المغرب 89 اللي تاهلنا بيه لكاس العالم، كنت فعلا عيل صغير. انما اللي عشته بقى هو 94 ماتش الطوبه بتاع زيمبابوي، 98 جورج ويا وهو بيعمل لنا كده، 2002 خليل وفاديجا، واللي كنت في الاستاد في ماتش المغرب اللي ما عرفناش نكسبه، اللي طارق السعيد عدى وحط كره شوكه من بره قلبي كان هيقع. 2006 خرجنا من كوت ديفوار، طارديلي اسوأ مدرب اجنبي درب تقريبا مصر في التاريخ، 2010 الجزائر، 2014 غانا، فالموضوع يعني مش طبيعي. سيناريو الماتش بعد ما هما جابوا جول التعادل حسيت ان كل حاجه يعني بتقع، بالذات ان انا كمان كنت في الملعب، انا عمري ما كنت نزلت ملعب قبل كده، حاجه السيناريو كله نزلت ما بين الشوطين وانا واقف وشايف الجماهير. الحاجه الوحيده، الفكره الوحيده اللي جت في دماغي
عجبني قلت يعني لما تعادله قلت ربنا اكيد عايز يغفر لنا كلنا، يعني كل الناس اللي في الاستاد دي وانا وكل الناس دي احنا عاملين ذنوب كتير في حياتنا، فربنا بيغفر بقى ان هو يعني العذاب اللي احنا بناخده ده عذاب في الحياه كده اللي هو يكفر شويه سيئات. ما كنتش لاقي حاجه تانية، مش لاقي اي سيناريو، يعني مش لاقي تفسير. كلكم شفتوا طبعا الفلوج ده بالنسبه لي هو اعظم حلقه عملتها في حياتي، ومن ساعه ما الجول ده جه انا بطلت اصور وما كنتش واعي اصلا، والفلوج ده غالبا مصيره كان هيبقى زي مصير فلوج نهائي الجابون 2017 لما خسرنا من الكاميرون. اتعمل فلوج اسطوري عن السفريه وعن كل حاجه لحد ما الكاميرون كسبت، وبعد كده يعني قلبوا النتيجه في شوط تاني وما قدرتش اكمل تصوير ونزلتوش، فلوج باظ. بس الحمد لله اسامه وسانتياجو يعني هم اللي كانوا مركزين وعندهم امل اكبر مني وعمالين بيصوروا، وهم اللي خلوا الفلوج ده يعيش ويبقى حلقه تاريخيه ممكن تبقى اعظم تخليد لذكرى الماتش ده من كل الحاجات اللي اتعملت واي دوكيومنتري اتعمل. اتقال لي ان اتحاد الكوره استخدم لقطات منه وهو بيعمل برزنتيشن للفيفا وبرزنتيشن تانية داخل الدوله، يعني استخدم في حاجات كتير. صلاح حط البنالتي دخلت جول، رحنا كاس العالم، دي اسعد لحظه في حياتي في الكوره وبمسافه بعيده زي ما قلت. اللحظه الثانيه بقى هي لحظه يعني كانت مدمره. انا من 2000 لحد مثلا 2006 تقريبا ما كنتش بفوت ماتش المنتخب مصر في الاستاد، مفيش ماتش. لا تقول لي تصفيات كاس عالم بطوله امم افريقيا بتاع مش فارقه، وفي 2006 طبعا كانت بطوله امم افريقيا اللي في مصر. حضرت كل ماتشات مصر، واللي من جيلي عارف بقى طبعا التذاكر كانت صعبه جدا، محدش بيعرف يجيب تذاكر وبتاع ده، انا كنت مظبط نفسي كله تمام، وكنت بحضر ماتشات اصلا مش لمصر برضه، حضرت ماتشات كتير قوي في البطوله عمال الف، لا بقى كان في فلوج ولا كان في صباح ولا كان في حاجه، بس واحد مجنون كوره وعمال يحضر كل الماتشات. المباراه النهائيه ضد كوت ديفوار، ضد دروجبا ويايا توريه، فرقه مرعبه. خلاص كده انت عرفت اللحظه، خلاص عرفت اللحظه. اخر ركله جزاء محمد ابو تريكه بيحط الكوره بيجري بيشوط الكوره دخلت جول، الشبكه اتهزت كلنا بننط عشان نحتفل، وبعدين في لحظه كده وانت بتنط وبتصوت ومش مصدق، ابو تريكه نفسه ما كانش عارف ان احنا كسبنا، فانت في لحظه شك كده اللي هو احنا كسبنا ولا ايه، وبعدين لقيت بقى ان كله بيجري والموضوع كان درامي قوي، كان صعب. صحابي اللي كانوا معايا كذا حد وقع في الارض وقعد يعيط، ما كنتش مصدق ان احنا ممكن نعيش لحظه زي دي، وتاثيرها عليا كان كبير قوي وعاش معايا كتير قوي. ناس كتير منكم بيقعد يتساءل هو انت ليه بتحب ابو تريكه قوي كده مع ان انت زملكاوي، ابو تريكه اهلاوي. عارف ان عامه يعني في زملكاويه كتير واسماعيلاويه وبورسعيديه واسكندرانيه بيحب ابو تريكه برده، بس انا علاقتي بابو تريكه اتربطت في البنالتي دي، دخل جوه قلبي كده وعشش فيه. وبعد كده طبعا بطوله امم 2008 بقى هو وزيدان وعمرو زكي وحسني وشوقي والفرقه الجباره دي وكابتن حسن شحاته، بس البدايه كانت البنالتي دي واللحظه دي. عشان كده ركله جزاء تريكه في 2006 بالنسبه لي هي تاني اسعد لحظه في حياتي الكرويه. دي كانت لستة التوب 10 بتاعتي، دلوقتي لازم اعدي التحدي لحد تاني، بس ارجعهم تاني لسبع لحظات، ها مش 10، مش هنفضل كده 10 10، لا 7. وزي ما وديت التحدي المره اللي فاتت لبشار العربي، فانا ببعت له برده التحدي ده، عايزين نعرف ايه هما اسعد 7 لحظات في حياتك الكرويه عشتهم كمشاهد. خشوا على الكومنتس عنده في الفيديوهات هاشتاج تيم نصوحي التحدي، عايزين هجوم قوي وصارم ويعني اكتساح، وهدفنا زي ما قلت لكم في اول حلقه ان نوصل الفيديو دوت ل 20,000 لايك على يوتيوب. وكالعاده ما تنساش انك تدوس على الزر هنا كمان شويه عشان تعمل اشتراك في القناه وتشوف جرس الاشتراك، والناس اللي عايز يلايك فيديو على يوتيوب شايف فيديو جديد هتقول لك عايز فيديو كمان شويه قناتك معاكم عمرو نصوحي، واشوفكم في حلقه اخرى. سلام. طبعا مش هسيبك من غير ما اقول لك مين اللي على ظهر التيشيرت. عارف لما واحد صاحبك كده شيك يروح روما وبعدين يروح داخل الستور ويروح شاري لك تيشيرت؟ شياكه والله ابو شقره بصراحه، وبالذات بقى بص بص حته الفن، بص 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 انه زانيولو. بقالي كتير ما بشتريش تيشيرتات روما من كتر ما انا غضبان على الفرقه، بس تيشيرت زانيولو بحبه، ده حبيبي، ده كل انترستا بيتفرج عليها. اشكرك اشكرك على الهديه الجميله دي اللي خدناها ببلاش وانتوا لبستوا في مانجولان. سلام.